بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي ان شاء الله هناخد موديل نمبر 8 في الماث لجريد 6 في الترم الثاني. يلا على بركه الله نبدا. اول كويشن معايا هنا بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر، ولا لو انا عندي 5 ديفايد 3 اوفر 4 يدينا كام؟ قال لي الاولاني بيفضل ثابت زي ما هو، يبقى انا عندي 5. الديفايد تتحول لمالتبلاي، بدل ما 3 اوفر 4 قال لي يبقى 4 اوفر 3. بقى عندي من هنا هتبقى 5 مالتبلاي 4 اوفر 3. طيب هقول له الهوم نمبر مالتبلاي النمريتور، 5 multiply 4 اللي طلع لي 20، بقى دي 20 over 3. مين هنا اللي تدينا 20 over 3؟ هشوف مثلا اول حاجه لازم يكون الدينوميتور 3، يبقى لازم تكون واحده من دولت اللي الدينوميتور فيها 3، اللي هي عندي من هنا اللي هي عندي دي، بس دي الوحيده اللي تنفع. حتى انا هقول له 6 multiply 3 اللي يدينا 18، 18 plus 2 اللي طلع لي 20، يبقى الانسر 20 over 3. اللي بعدها بيقول لي the surface area of the rectangular prism equal not، هقول له بابا ده عباره عن 2 مالتبلاي، خلي بالك بقى هقول له ايه، لينس مالتبلاي ويدث بلس ويدث مالتبلاي الهايت بلس اللينس مالتبلاي مين الهايت، اللي هي عندي مين اللي هي عندي الليتر دي. خلي بالك يا حبيبي ده القانون ده والرول دي احنا كنا واخدينها قبل كده في الايه في الشرح. اللي بعدها هنا عندي بيقول لي لو انا عندي 25، خلي بالك اوف مين، قال لي اوف نمبر ايكوال 120 اوف ذيس نمبر ايكوال نقط. طيب هقول له اول حاجه، او هي ايكوال 120 معلش، then this number is not، يعني انا عندي 100، انا عندي 25% من نمبر معين طلعت لي بكام؟ قال لي طلعت لي عندي من هنا ب 120. الرقم بقى الكبير هيبقى بكام؟ هقول له سهله ازاي، انا عندي من هنا بابا مين اللي مديهولي؟ قال لي البرسنت، وايه كمان؟ قال لي البارت، وعاوز مين؟ قال لي الهول. قال لي كان في عندي تراينجل كده بحل منه ازاي؟ قال لي انا عندي من هنا ده، هقول له انا عندي من هنا البارت، وتحت هنا هقول له الهول، تمام، وهنا هكتب مين؟ هقول له البيرسنت. طب جميل، مين اللي ناقص؟ قال لي الهول، يبقى هقول له البارت ديفايدد البيرسنت. البارت اللي هو عندي مين؟ قال 120 ديفايدد البيرسنت اللي هي 25%. طب 25 يعني ايه؟ 25% يعني 25 اوفر 100. قال لي من هنا يا مستر ده انا احول الديفايد دي لمالتبلاي، الاولاني بيفضل ثابت يبقى اقول له 120، الديفايد تبقى مالتبلاي، واقول له مالتبلاي مين؟ هقول له 100 اوفر مين؟ قال اوفر 25. طب يا سيدي من هنا هبص الاقي انا عندي 100 اوفر 25 طلع لي بكام؟ قال لي 4. دي هتطلع لي بكام يا شباب؟ احنا واخدينها قبل كده، لو كانت 25 اوفر 100 يعني ب 1 اوفر 4، صح ولا لا؟ 1 اوفر 4. طب انا لو جيت شالبتها قال لي يبقى معناها 4 اوفر 1 اللي هي 4، يعني انا كان دي بالظبط بقول 120 مالتبلاي ال 4. من هنا انا عندي الزيرو ده احطه فين؟ في الرايت سايد، واقول له انا عندي 2 مالتبلاي 4 قال لي ب 8، 1 multiply 4 قال لي 4، يبقى الانسر طلعت لي كام؟ قال لي 480 اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي ليتر سي. بعد كده عندي هنا بقول لي ايه؟ The image of the point اللي عندي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 by reflection across the x axis is the point not. طب هقول له أول حاجة عشان أعمل لها reflection فين؟ قال لي في الاكس اكسس. يعني ايه؟ قال لي والله يعني هغير الواي، يعني أنا مثلا نفترض أدي البوينت عندي أهي، أنا ما أعرفش هي كام، هي بقول لي عندي هنا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 يعني موجودة هنا. تمام؟ نيجاتيف 2 اهيت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5، جميل جميل. انا عايز اعمل لها ريفليكشن في الاكس اكسس، الاكس ده يبقى معنى كده ما هي موجوده هنا تطلع فوق، الاكس هتفضل زي ما هي اكس النيجاتيف 2، الوحيده اللي هتتغير قال لي ال5، بدل ما هي نيجاتيف 5 لا هتبقى هنا 5. تمام؟ يبقى انا عندي من هنا هتبقى نيجاتيف 2 و5 اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي ليتر A. اللي بعدها بيقول لي ذا يونت ريت اوف ذا اوبوزيت تيب ديجرام از. طيب هقول له اول حاجه عشان اجيب اليونت ريت هعمل ايه؟ قال لي والله هعمل ديفايد للرقم ده على ال 5 اورز، يطلع لي الاور الواحده فيها قد ايه؟ فانا عندي من هنا 20 250، ادي 250 ديفايدد مين؟ قال لي ال 5. من هنا قال لي حط الزيرو في الرايت سايد، و25 ديفايدد 5 تطلع لي بكام؟ قال لي 5. بقى دي طلعت لي ايه؟ قال لي 25 كيلومتر مالها؟ اقول له بير اور، بير اور اللي هي عندي من هنا اللي هي عندي لتر بي يا شباب، اللي هي عندي مين هنا؟ اللي هي عندي لتر بي. فهمناها كده ازاي؟ والوحيدة أصلا اللي تنفع من غير ما أفك، من غير ما أبص الكلام ده كله، الوحيدة ليه؟ الوحيدة اللي فيها أور واحدة، إنما دي 5 أور، هنا 2 أور، هنا 2 أورز. تمام كده يا شباب فهمناها ازاي؟ نروح اللي بعده. اللي بعدها عندي هنا نمبر 6 بيقول 65 أوف 44 ولا 44% أوف 65؟ هقول له أول حاجة عندي من هنا يا بابا 65%، يعني كأن 65 أوفر 100 اوف مين؟ اوف 44. جميل، من غير ما اختصر هنا قال لي 44% يعني 44 اوفر 100 اوف مين؟ قال لي 65، يبقى مالتبلاي 65. قال لا، طب ما انا عندي دي شبه دي، دي 65 مالتبلاي 44 ودي برضو 44 مالتبلاي 65 والاثنين اوفر 100، يبقى معنى كده الانسر هتبقى مين؟ لتر سي، من غير ما احل. بعدها بقول لي انا عاوز الاريا بتاعت مين؟ الترابيزيوم. هجيبها ازاي؟
هقول اول حاجه عشان اجيب الاريا بتاعه الترابيزيوم، سيبك من الاجابات اللي هو مديها لي، انا عندي من هنا هطلع رقم واشوف الرقم اللي هيطلع هيجي من انهي واحده من دول. يعني ايه؟ هقول اول حاجه بس ثانيه نمسح دول، انا عندي الاريا بتاعه الترابيزيوم ايكوال ايه؟ هقول له عباره عن الهاف مالتبلاي السم بتاع التو بارالل بيزز، انا عندي البيز دي اد 1 2 3 4 5 6 7، يبقى اقول له 7 بلس البيز الثانيه اللي قصادها هقول له 1 2 3 4 يبقى اقول له بلس 4. تمام؟ كل ده مالتبلاي مين؟ قال الهايت المسافه اللي ما بينهم، هقول له ادي 1 2 3 4 يبقى اقول له مالتبلاي 4. جميل؟ قال لي جميل. طيب يا سيدي اقول له كل ده ايكوال، ادي الهاف، اقول له خلص الاول جوه مين؟ قال لي البراكت الاول 7 بلس 4، قال لي يطلع لي بمين؟ قال لي يطلع لي ب 11، يبقى مالتبلاي ال 11 مالتبلاي ال 4. من هنا اعمل لها سمبلفاي 2 ديفايدد 2 ب 1، 4 ديفايدد 2 قال لي يطلع لي ب 2، بقى 2 مالتبلاي 11 يطلع لي ب 22 سكوير يونت. طب انهي واحده من دول تدينا سكوير يونت 22؟ انهي واحده من دول تطلع لي 22؟ لو انا بصيت على اوانيه 28 ماينس 6 قال لي يطلع لي ب 22 بس، خلاص يبقى هي دي اللي تنفع، يبقى الانسر عندي من هنا اللي هي لتر ايه. بعد كده عندنا كويشن نمبر 2 كومبليت، بيقول لي 242 300 equal not to not in the simplest form. اول حاجه يا ابني انا عندي من هنا 240 اهي، تمام؟ اقول 2 ديت ممكن اعمل لها ديفايد، او ممكن بعد ما اعملها كده بالشكل ده كده اعملها على شكل فراكشن اسهل على نفسي. من هنا هبص الاقي الزيرو ده بيروح مع الزيرو، اتفضل لي 24 over 30. ممكن اعمل لها سمبلفاي، ممكن اعمل فوق ديفايد 6 واعمل تحت ديفايد 6. 24 ديفايد 6 اللي يطلع لي 4، 30 ديفايد 6 اللي يطلع لي 5. ده دي في السمبلست فورم، مفيش ابسط من كده، يبقى انا عندي ده يطلع لي منها اقول له 4 2 5. اللي بعدها بقول لي ذا بوينت 2 0 لايز نوت ان ذا او لايز اون ذا نوت اكسس، هقول له اول حاجه انا عندي مين هنا اللي بزيرو؟ قال لي الواي، يبقى دي موجوده على الاكس اكسس. من الاخر شوف الاكس اللي موجود فيها رقم، الاكس الوحيده اللي موجود فيها رقم، يبقى دي موجوده فين؟ هقول له على الاكس اكسس، هقول له هنا ايه؟ هقول له اكس اكسس. اللي بعدها بقول لي اف ذا برايس of a TV is 18,000 LA then 1% of its price equals not، هو مديني ده ثمن التلفزيون، بيقول انا عاوز ايه؟ 1% of its price. طب ما البرايس بتاعه بكام؟ قال 18,000، يعني كاني بقول له 1% يعني 1 over 100 multiply، انا عندي هنا مين؟ قال لي ثمنه 1% من ثمنه اللي هو كام؟ قال 18,000، بقول له multiply 18,000 بس يا سيدي. من هنا بص الاقي 2 zeros دول يروح مع التو زيروز دول، هقول له اتفضل لي 180 ديفايدد 1 اللي هيطلع لي بكام؟ قال لي ب 180، يبقى انا عندي ده هقول له كام؟ 180 ال اي. اللي بعدها عندي هنا بيقول لي ذا فاليو اوف ا كيوبويد، بيقول لي هنا اللهم صل على محمد، بيقول لي اف اول اتس دايمنشنز ار ايكوال ذن ايتش 1 اوف، بيقول لي هنا ذن ايتش 1 او بيقول اند ايتش 1 ايكوالز 15 سنتيمتر از نوت تايب. اول حاجه هو عاوز مين؟ قال لي الفاليوم بتاع الكيوبويد اللي بيقول لي كل الدايمنشنز بتوعه ار ايكوال، وكل واحد منهم عباره عن كام؟ قال لي 15. طب ما الفوليوم بتاع الدايمنشن ده قال لي لما يكون السايدز كلها قد بعضها يبقى معنى كده ان المفروض اللينس قد الويدث قد الهايت، قال يعني يا بابا كانه بقى كيوب. طب ما الكيوب الفوليوم بتاعه عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن السايد مالتبلاي السايد مالتبلاي السايد، يعني 15 مالتبلاي ال 15 تمام مالتبلاي 15 ده الفوليوم. تمام اعمل ايه؟ قال لي خلص الاثنين دهمت مع بعض الاول، يبقى من هنا اقول له الفي ايكوال. طيب ادي 15 اهي مالتبلاي 15، يلا يا سيدي 5 مالتبلاي 5 بيطلع لي بكام؟ قال لي ب 25، بكتب ال 5 وتفضل معايا 2، 1 مالتبلاي 5 قال لي ب 5 و 2 يطلع لي ب 7. تمام؟ بعد كده احط 0، 5 مالتبلاي 1 يدينا 5، 1 مالتبلاي 1 يدينا 1، اجمع دول 5، 7 و 5 بيطلع لي 12 ادي 2 اتفضل معايا 1، 1 1 قال لي طلعت لي 2، بقى 225. الرقم ده هو بقى دولت هعمل لهم مالتبلاي 15 كمان، يبقى انا عندي من هنا هقول له 225. تمام؟ اعملها بعيد بس شويه، اقول له 225 مالتبلاي ال 15. يلا سيدي هبدا اجمع، اقول له 5 مالتبلاي 5 يدينا 25، بكتب ال 5 وتفضل معايا 2، 2 مالتبلاي 5 قال لي 10، 10 و 2 طلع لي 12، اكتب ال 2 وتفضل معايا 1، بعد كده 2 مالتبلاي 5 قال لي 10، 1 يدينا 11، احط 0، بعد كده اقول له 5 مالتبلاي 1 يدينا 5، بعد كده 2 مالتبلاي 1 يدينا 2، 2 مالتبلاي 1 يدينا 2، اجمع يا سيدي كل دولت 5 و 0 طلع لي 5، 2 5 7، بعد كده 1 و 2 طلع لي ب 3، 1 و 2 طلع لي ب 3، طلعت لي كام؟ هقول له 300 او 3375 كيوب سنتيمتر. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ اللي بعدها بيقول لي انا عندي من هنا ذا بوينت 0 اند نيجاتيف 4 از ذا ايمج اوف اتسلف، بيقول لي باي ريفليكشن اكروس نقط. طيب هقول له اول حاجه يا ابني انا عندي البوينت ديت لو انا مش عارف خالص هي، بص ارسمها، انا عندي من هنا بقول 0 ونيجاتيف 4، يعني ايه 0 ونيجاتيف 4؟ اهو نفترض مثلا عندي هنا ادي الاكس وادي الواي، تمام؟ يبقى انا عندي من هنا الاكس والاكس داش، وادي هنا الواي
وادي هنا الواي داش. جميل جميل. طيب واللي انا عايز من هنا بقى البوينت دي اللي هي عباره عن 0 نيجاتيف 4 0 اهيت في الاكس، والنيجاتيف 4 اديني نازل هنا نيجاتيف 4. جميل. طيب بيقول لي مالها؟ بيقول لي اتس ذا ايمج اوف اتسلف باي ريفليكشن اكروس ذا نقط. بيقول لي يا ابني هي الصوره ده هيت الانعكاس بتاعها على نفس الاكسس اللي هي واقفه فيه. ازاي؟ بيقول لي انا عايز انعكاس الصوره ده هيت نفسها عن طريق اكروس نقط، عن طريق انهي اكسس؟ فاقول له والله الصوره ده هيت لو انا جيت عملت لها انعكاس على الواي اكسس قال لي هيدينا نفس الصوره دي. هيدينا مين؟ نفس الصوره دي. ليه؟ لان مثلا لو انا عندي البوينت هنا موجوده في الناحيه ديت بتاعت الواي هنا او النيجاتيف هنا في الناحيه ديت، عايز اجيب لها ريفليكشن عند الواي اكسس اللي هوديها الناحيه الثانيه، صح ولا لا؟ الله. طب لو قربت البوينت من هنا قال لي هتقرب من هنا، طب لو قربتها من هنا هتقرب من هنا، طب لو خليتها على الواي اكسس قال لي يبقى هي نفسها لو انا عملت لها ريفليكشن في الواي اكسس طالما موجود على الواي اكسس يبقى معنى كده الريفليكشن ده كمان لو عملته على الواي اكسس هيدينا نفس البوينت دي. هيدينا مين؟ نفس البوينت. يبقى انا هقول له هنا اكروس مين؟ هقول له اكروس الواي اكسس. فعندنا كده ازاي يا شباب؟ اللي بعدها عندي هنا بيقول لي ذا اريا اوف ذا اوبوزيت ترينجل. طيب الاريا ايكوال ايه؟ هقول له الهاف ملتبلاي البيز ملتبلاي الهايت. جميل. طيب يا سيد الهاف ادي الهاف ملتبلاي البيز اهيت يا بابا. طب انهي الهايت؟ الهايت بيكون بيربنديكولار تو ذا بيز اللي هو الصيد ده. تمام تمام. يبقى اقول له ملتبلاي 5 ملتبلاي 4.8. تمام. قال لي تمام. طب يا سيدي ممكن اعمل ايه؟ قال لي ممكن اعمل ملتبليكيشن دولات مع بعض او اختصر هقول له 2 ديفايدد 2 قال لي ب 1. اعتبر ده هي يا عم فيها الديسمال بوينت، اعتبر الديسمال بوينت مش موجوده. 48 ديفايدد 2 اهي، ادي 48 اهي يا حبيبي ديفايدد 2. 48 ديفايدد 2 يلا اقول له 4 ديفايدد 2 المفروض تكون عارفها، ده يطلع لي ب 24. اقول له 4 ديفايدد 2 يطلع لي ب 2 لان 2 ملتبلاي 2 ب 4، اعمل ماينس تطلع لي ب 0. بعد كده هعمل دروب وانزل ال 8. 8 ديفايدد 2 يطلع لي ب 4 لان 4 ملتبلاي 2 يطلع لي ب 8، اعمل ماينس تطلع لي ب 0. يبقى الانسر كام؟ قال لي ب 24. طيب هنا يا مستر ده هنا في ديسمال بوينت، يعني كان دي بالظبط بيقول لي 5 ملتبلاي كام؟ قال لي 2.4. هعمل مالتيبليكيشن ده ازاي؟ اقول له ادي 24 اهي، اعتبر الديسمال بوينت مش موجود، اقول له مالتيبلاي 5. 4 مالتيبلاي 5 قال لي ادينا 20، بكتب الزيرو اتفضل معايا 2. 2 مالتيبلاي 5 قال لي 10 ومعايا 2 يطلع لي بكام؟ قال لي يطلع لي ب 12. تمام. قال لي تمام. انا عندي الديسمال بوينت هنا كانت بعد رقم ما انساهاش، يبقى انا احطها هنا كمان بعد رقم. يبقى بقت الانسر 12.0 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 12. واقول له 12 ايه؟ هقول له والله سكوير سنتيمتر. تمام كده يا شباب. طب اللي بعدها بيقول لو انا عندي الاكس او ال 8 اوفر اكس از ايكويفالنت تو 1 اوفر 2 يبقى الاكس بكام؟ هقول له اول حاجه انا عندي من هنا ال 8 بقت 2، يعني انا عملت لها مين؟ او ال 8 بقت 1، يعني انا عملت لها ايه؟ قال لي ديفايدد 8. بقت 8 ديفايدد 8 يدينا 1، يبقى ايه ديفايدد 8 يدينا 2. مش عارف مشيها العكس ازاي؟ هقول له انا عندي ال 1 بقى 8، يعني انا عملت له ايه؟ ملتبلاي 8. 1 ملتبلاي 8 يدينا 8، يبقى لازم اعمل هنا برضه ملتبلاي 8، فيبقى 2 ملتبلاي ال 8 تطلع لي بكام؟ قال لي ب 16. يبقى انا عندي هنا لازم يكون 16. يبقى انا هنا هقول له الاكس بكام؟ هقول له ب 16. اللي بعدها بيقول لي كام ملتبلاي 2 يدينا 4؟ ما انا عايز هنا فراكشن. تمام. قال لي تمام. طيب يا سيدي اقول ايه العدد ملتبلاي 2 يدينا 4؟ قال لي 2. كام ملتبلاي 7 يدينا 21؟ قال لي 3 بس، لان 3 ملتبلاي 7 يدينا كام؟ 21. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح الكويستشن اللي بعده. كويستشن بعد كده عندي هنا كويستشن نمبر 3 بيقول لي choose the correct answer. لما انا عندي x plus 1 over 4 equals 25% then x equals 1. هقول له سهلة، انا اول حاجة عندي x plus 1 over 4 اهي، ادي x plus 1 over 4 المفروض equal 25%، يعني equal ايه؟ قال لي 25 over 100. طب ما 25 over 100 كنت بجيبها في السمبلست فورم بكام؟ قال لي 1 over 4، يعني انا كأن ده هي كلها equals 1 over 4 بس كده. الله بس كده. انا عندي الدينومينيتور بيساوي الدينومينيتور يبقى النمريتور بيساوي النمريتور. ما انا عندي ده 1 اوفر 4 وده ايكوال اكس بلس 1 اوفر 4. قال لي يبقى الاكس مكانها كام؟ قال لي ايه العدد اللي انا ممكن احطه هنا يخليه لل1 ده يفضل 1؟ قال لي 0، لان 0 بلس 1 يطلع لي ب 1 عشان دي تبقى 1 اوفر 4 ايكوال 1 اوفر 4. يبقى الاكس هنا بكام؟ قال لي ب 0. تمام كده يا شباب. طب اللي بعدها بيقول لي if the ratio between a and b is 1 to 4 يبقى انا عندي هنا ال a وهنا البي والريشيو بينهم اقول له 1 2 4. ولو انا عندي البي از 25 او لو انا هنا بقول لي ايه؟ بيقول لي ذا سام اوف اي اند بي عباره عن 25. ماشي. بيقول لي انا جمعت الاي والبي مع بعض يا حبيبي طلعت لي بكام؟ قال لي ب 25. يبقى البي بكام؟ هقول اول حاجه مش المفروض هما الاثنين مجموعهم ب 5؟ يبقى اقول له كل ده المفروض السام بتاعهم اللي هو مين؟ هقول له انا عندي من هنا السام فوق كده اهوت، اكتب له هنا ايه؟ السام واقول له 2 سام.
السم بتاعهم قال اجمع الريشيو اللي هو مديها لي اللي هي بكام، قال لي ما انا عندي ريشيو 1 و4 قال لي تطلع لي 5. طب جميل، انا عندي من هنا بقى بقول لايه، انا عندي بقول لي 1 تو 4 هو مديني المجموع بتاعهم ب 25، ده مجموع الارقام، يبقى اقول له حطها هنا 25. انا عاوز اجيب له ما مثلا الاي او عاوز اجيب له البي، هنا اعرف اجيبها بسهوله، ليه؟ انا عندي الاثنين دول فوق بعض اعرف اجيب له دول، فانا هعتبر ده هي اكس، هقول له يبقى الاكس ايكوال اللي قصادها بيكون في الدينومينيتور. او هقول لك حاجه تانية اسهل من غير ما اعملها بالطريقه دي، يلا انا افترضنا هنا مين، هقول له اكس، انا عندي ال5 عشان تبقى 5 او عشان تبقى 25 عملت لها ملتبلاي 5، يبقى ال4 عشان اعمل لها هنا كام، هقول له برده ملتبلاي ال5، ف4 ملتبلاي 5 يطلع لي بكام، قال لي ب20، يبقى انا عندي هنا الاكس هتطلع لي بكام، هقول له ب20 بس. اللي بعدها بيقول لي 20% of a number equal half او equal not percent of half the same number. طيب هقول له اول حاجه انا عندي من هنا بيقول لي 20% من كام، قال لي انا عندي 20% من رقم بتساوي كام في المية من نص الرقم؟ هقول له سهلة، بص يا ابني الحتة دي عشان ارسمها لك افهمها لك، عشان افهمها لك ارسمها لك. انا مثلا معايا خدت دول مين؟ قال لي والله انا عنده الرقم بتاعي خدته نص، تمام؟ قال لي تمام. طيب بقول انا عندي من هنا نفترض ان انا ده هو كله على بعضه 100%، فبقول انا عندي خدت منهم 20% او 20% اللي هم ده هم من الرقم كله، تمام؟ قال لي تمام. طب انا لو جيت خدت نصه بس صح ولا لا؟ الله، يبقى انا عندي النص ده اللي هو كان كام، المفروض 50%، ال 50% ده بقت بالنسبه لي كام، قال لي 100%. ليه؟ لان النص ده انا خلاص ما بقتش عاوزه، هو كان كله عباره عن 100%، تمام. ادي 50 وادي 50، شلت انا منهم جزء، يبقى بقى بالنسبه لي شلت منهم النص، يبقى معنى كده ال 50% ده هي اللي فاضله ده هي مالها، هي بالنسبه لي بقت 100%. يبقى انا عندي من هنا اقول له يا بابا انا او هقول لك حاجه، انا ممكن اقولها لك بطريقه تانية اسهل شويه. هو انا مش عندي يا ابني خدت ال 20% ديت، ال 20% اللي كانت موجوده عندي ده اهي، خلي بالك لو رجعناها من كام، قال لي من 100%. طب انا شلت نص الرقم ده، قال لي يبقى معنى كده النسبه ده اهي هتتضاعف، هتزيد النسبه عندي ده مالها، هتزيد ال 20% ده بالنسبه لل 100% كلها هي واخده 20%. طب بالنسبه ل 50% قال لي يبقى انا كده خدت الضعف بتاعها، خدت مين؟ الضعف بتاعها يا عسل، خدت الضعف بتاعها يعني انا خدت قد ايه؟ قال لي 40%، خدت مين يا شباب؟ 40%. فهمناها كده ازاي؟ نروح للي بعدها. اللي بعدها عندي هنا نمبر 4 بيقول لي ايه؟ From the opposite double number line. بيقول if the price of 1 كيلو جرام of orange عباره عن 15 LA then the price 4 كيلو جرام يدينا كام؟ هقول له اول حاجه انا عندي 1 كيلو جرام طلع لي بكام؟ قال لي طلع لي ب 15، تمام؟ الله 15. انا عندي من هنا البرايس بتاع 4 كيلو جرام، ادي 1 2 3 يبقى انا عندي مثلا هنا 4، ده هيطلع لي بكام؟ هقول اول حاجه ال 1 عشان يبقى 15 قال لي عملت له ملتبلاي 15، يبقى ال 4 اعمل لها كمان هي كام؟ قال لي ملتبلاي 15، كاني بقول له 15 ملتبلاي 4. يلا هقول انا عندي من هنا 5 ملتبلاي 4 يطلع لي بكام؟ قال لي ب 20، ليه؟ لان انا عندي من هنا 0 اتفضل 2، بعد كده 1 ملتبلاي 4 قال لي 4 و2 يطلع لي ب 6، يبقى انا عندي دي طلعت لي بكام؟ قال لي ب 60، يبقى 8 ما يطلع لي بكام يا شباب؟ هقول له ب 60. اللي بعدها بيقول لي ذا تو بيزز اوف بارالوجرام 8 سنتيمتر و 6 سنتيمتر اند ذا سمولر هايت از 5 سنتيمتر ذن ذا اريا ايكوالز نقط. طيب هقول له اول حاجه هو مديني مين هنا؟ قال لي السمولر هايت، يبقى لازم اخد مين؟ قال لي البيج بيز او الجريتر بيز، الجريتر بيز اللي هي النمبر الكبير، من عندي دول تو بيزز، الاريا بتاعته ايكوال ايه؟ قال لي البيز ملتبلاي الهايت، يعني يا بابا ايكوال ال 8 ملتبلاي ال 5 تطلع لي بكام؟ قال لي 40، يبقى انا عندي الانسر هتبقى كام؟ هقول له 40 سكوير سنتيمتر. كويشن بعد كده عندي هنا نمبر 6 بيقول لي ايه؟ 0.45 ملتبلاي 3.5 ايكوال 4.5 ملتبلاي كام؟ هقول له اول حاجه انا عندي الديسمال بوينت هنا يا ابني لما اعمل مالتيبليكيشن ده هتطلع لي بعد كام رقم؟ قال لي بعد هنا رقمين وهنا رقم، يعني هتطلع لي بعد 3 نمبرز، صح؟ الله، يبقى لازم هنا كمان الناتج ده يطلع لي الديسمال بوينت بتاعته بعد 3 نمبرز. طيب انا عندي هنا خليتها بعد رقم، يبقى لازم الرقم اللي يتكتب الثاني يبقى الديسمال بوينت فيه بعد رقمين، اللي هو مين؟ اللي هو عندي ليتر سي، عشان هنا تبقى بعد رقمين وهنا بعد رقم تطلع لي بعد 3 ارقام. فهمناها كده ازاي؟ طب اللي بعدها بيقول انا عندي هنا ذا سيرفيس اريا اوف ذا اوبوزيت سكوير بيست بيراميد، هقول له اول حاجه هو مديني هنا مين؟ قال لي البيس، تمام. طالما دي ب 16 يبقى دي كمان هتبقى بكام؟ قال لي ب 16، جميل. اول حاجه اجيب له البيز اللي هي مين؟ الاريا بتاعت البيز اللي هو السكوير اللي تحت، يبقى انا هنا هقول له الفيس 1، تمام. الفيس 1 عباره عن ايه؟ اقول له والله الاريا بتاعته عباره عن 16 ملتبلاي 16 بس. طيب يا سيدي 16 ملتبلاي 6 ملتبلاي 6 ادينا 36، يبقى اكتب ال 6 واتفضل معايا 3
1 multiply 6 على 6 و 3 يطلع لي ب 9 بعد كده احط 0 6 multiply 1 يطلع لي ب 6 1 multiply 1 يطلع لي ب 1 اجمع 6 plus 0 equal 6 9 و 6 يطلع لي 15 ادي 5 وتفضل 1 1 و 1 طلعت لي 2 تمام قال لي تمام ده طلعت لي مين قال له والله 256 ده انهي واحده قال لي ده الاريا بتاعت ده بتاعت البيز فاضل لي اجيب له مين قال لي الاريا بتاعت كل تراينجل موجود عندي طب الاريا بتاعت التراينجل قال لي الهاف ملتبلاي البيز ملتبلاي الهايت جميل قال لي جمال تمام يبقى انا هنا هقول له والله الفيس نمبر 3 او نمبر 2 بقول له فيس 2 ايكوال هقول له هاف ملتبلاي البيز اللي هي عندي ب 16 ملتبلاي الهايت اللي هو بكام قال لي 18.2 بقول له ادي ملتبلاي 18.2 هقول له اول حاجه ابدا اختصر هقول له 2 ديفايدد 2 ب 1 16 ديفايدد 2 قال لي ب 8 بقت عندي من هنا 8 ملتبلاي 18.2 او ممكن اقول له كده 18.2 ملتبلاي مين ال 8 طب يا مستر الديسمال بوينت قلت لك بعد ما اعمل المالتيبليكيشن بحط الديسمال بوينت 2 ملتبلاي 8 يطلع لي ب 16 ادي 6 وتفضل 1 8 ملتبلاي 8 قال لي ادينا 64 وبلس 1 ادينا 65 بكتب ال 5 وتفضل معايا 6 1 ملتبلاي 8 قال لي ادينا 8 و 6 يطلع لي كام قال لي 14 الديسمال بوينت هنا بعد كام رقم قال لي بعد رقم يبقى احطها هنا كمان بعد رقم فبقى عندي من هنا خلي بالك بقى ده دي مين قال لي الاريا بتاعت تراينجل واحد طب هما كام تراينجل يا مستر قال لي 4 يبقى خد الرقم ده كمان اعمل له ملتبلاي 4 ما انا هعمل او الثاني هقول له 1 او هقول لك حاجه ثانيه اسهل مش انا عندي هنا 4 تراينجلز الله يبقى انا عندي من هنا 4 مين 4 اريا من ده همت او 4 مين 4 مساحات لمين قال لي للتراينجل ده يبقى هجمع ده مره واثنين وثلاثه واربعه مع الفيس الاخير ده اللي هو مين اللي هو السكوير البيز اللي كانت تحت تمام كده يبقى انا عندي دي 256 اهو يبقى انا عندي من هنا اقول له اهي ادي 256 تمام اه وهنا هقول له 145 تمام بوينت مين قال لي 6 وهقول له برده بلس 145.6 بلس 145.6 بلس 145.6 بس يا سيدي يلا وابدا اجمع مين البيزز او اجمع الارياز اللي عندي ده اهي هقول انا عندي من هنا دي المفروض بوينت 0 هقول له 6 و6 يدينا 12 و6 و6 يدينا 12 يطلع لي بكام قال لي 24 بكتب ال4 وتفضل معايا 2 2 6 قال لي 8 يلا 8 و5 يدينا 13 13 خلي بالك اقول لك حاجه ادي 8 صح الاثنين ده هم ب 8 وانا عندي 5 و5 قال لي 10 و5 و5 قال لي 10 يبقى انا عندي 10 و10 20 ومعايا 8 قال لي ادينا 28 بكتب الاول ديسمال بوينت اكتب ال8 وتفضل معايا مين قال لي 2 احطها هنا هجمع اللي تحت ده همت 4 و4 16 وانا عندي 4 و4 8 و4 و4 8 يبقى انا عندي هنا 16 16 بلس 2 يطلع لي 18 18 بلس 5 يطلع لي كام قال لي يطلع عندي من هنا 23 بكتب ال3 وتفضل معايا مين قال لي 2 2 2 قال لي 1 4 وادي بعد كده 5 6 7 8 يبقى انا عندي من هنا اقول له ايه بقت 8 الانسر كام قال لي 838.4 اللي هي عندي من هنا يا شباب اهي اللي هي عندي لتر بي يبقى انا عندي من هنا الانسر طلعت لي كام لتر بي اللي هي عندي دي لتر مين لتر بي نروح للكويستشن اللي بعده بعد كده عندنا هنا كويستشن نمبر 4 بيقول لي ايه suppose a particular crackle weighs 30.5 كيلوغرامز how many grams do the crackle weight طيب بص يا ابني او ذا دو ذا ذا كراكل ويت اول حاجه هو هنا مديني مين قال لك كراكل ده اللي هو حاجه كده شبه حيوان يعني شبه القط او شبه النمر يعني فبقول انا عندي وزنه كام قال لي 30.5 كيلوغرامز هو عاوز وزنه بالايه قال لي بالجرامز طب هعمل ايه قال لي يبقى انا عامل له عندي من هنا بابا هاخد دي احولها من كيلوغرامز لجرامز اعمل مالتيبلاي 1000 يبقى انا من هنا اقول له 30.5 ملتبلاي مين هقول له ملتبلاي 1000 طب لما اعمل ملتبلاي 1000 اعمل ايه الحركه الديسمال بوينت 3 تايمز حركه يبقى انا عندي هنا ادي 1 كده مره طب في مرتين احط مكانهم 2 زيروز يبقى انا عندي من هنا ادي 30 وادي ال5 اهي واحط كمان 2 زيروز يبقى بقت عندي من هنا 30500 ايه بقى هقول له جرامز فهمناها كده ازاي يا شباب نروح للي بعده اللي بعده عندي هنا لتر بي بيقول ايه 40% of a number is 140 بيقول لي find the number by using the opposite tape diagram طيب بص يا ابني اول حاجه انا عندي هنا بيقول لي لو انا خدت 40% من رقم معين ماله قال له والله الناتج هيطلع لي كام قال لي هيطلع لي 140 هو عاوز الرقم ده يعني انا عندي رقم معين هاخد منه ال 40% هاخد منه مين ال 40% طلعوا لي كام ال 40% قال 140 عاوز بقى الرقم ده هو كله على بعضه كان كام طب ممكن نعملها عن طريق التيب ديجرام ازاي؟ هقول اولا ال 40% دمت على بعض ادي ال 40% اللي هما كام؟ قال لي 140
طب انا ممكن اقسمهم على 4 صح ولا لا؟ 1 2 3 4 صح ولا لا؟ انا ممكن اقسمهم على 4 واعرف كل واحده منهم بكام، اه، وبعد كده اعمل لها مالتبلاي تاني. جميل، قال لي جميل. طيب يا سيدي نقسمها على 4، هقول انا عندي من هنا 100 فورت اهي، تمام. ديفايدد مين؟ هقول له ديفايدد الفور. ما انا عندي من هنا بابا، ما هي دي على بعضها اللي هي مين؟ قال ال 40% اللي هيها مين؟ ال 140. قال لي والله لو انا طلعتها منها، قال لي انا طلعت كده مين؟ قال لي طلعت ال 1%. او طلعت مين عندي حبيبي؟ اه طلعت ال 1%. ال 1% بكام؟ او هقول لك لا معلش، يبقى انا كده طلعت ال 10%، مش ال 1%، طلعت ال 10%، طلعت المسافه دي بس، يعني معناها طلعت 10%. فقول له انا عندي من هنا 14 ديفايدد 4 يطلع لي بكام؟ قال لي ب 3، لان 3 مالتبلاي 4 يطلع لي بكام؟ قال لي ب 12. اه 12 ليه قلت 12؟ قال لي عشان عدد اقل من ال 14 على طول، اعمل ماينس تطلع لي ب 2، بعد كده اعمل دروب وانزل الزيرو. 20 ديفايدد 4 قال لي يطلع لي عندي من هنا ب 5، لان 5 مالتبلاي 4 يطلع لي ب 20، اعمل ماينس تطلع ب 0. يبقى انا عندي 10% عباره عن كام؟ قال لي 35. طب انا هم دول كلهم على بعض كام؟ قال لي 3 عباره عن 100% صح ولا لا؟ انا طلعت بس ال 10%، يبقى انا عندي دي كمان 10% ودي برسنت، اه يبقى انا هاخد الرقم ده هقول له 35 مالتبلاي 10 او مالت معلش مالتبلاي 100 تطلع لي بكام؟ انا عايز اجيب دي كلها عباره عن 10%. اه ثانيه واحده كده، انا قلت دلوقتي ان انا عندي دي عباره عن مين؟ دي عباره عن ال 10%. اه طب انا هاخدها اعمل لها مالتبلاي كم مره؟ هكررها كم مره؟ قال لي 10 مرات، ادي 1 2 3 اه يبقى اعمل لها مالتبلاي 10 بس. يبقى انا اقول له من هنا احط الزيرو في الرايت سايد واقول له 35 مالتبلاي 1، ما خلاص خلصنا من الزيرو، 35 مالتبلاي 1 يطلع لي كام؟ 350. يبقى انا عندي دي طلعت لي كام؟ هقول له 350. طب ممكن كنا بنجيبها بطريقه ثانيه؟ اه ازاي؟ قال عن طريق الترينج اللي احنا كنا بنرسمه. اقول له انا عندي من هنا ده عباره عن البارت، تمام، وهنا تحت الهول، وهنا مين؟ قال البرسنت. طيب جميل، يبقى انا عندي من هنا البارت والهول والبرسنت. انا عندي البرسنت معروفه ال 40%، عندي البارت اه ده بيقول لي انا هاخد من رقم الهول بس هو المجهول وده معروف، قال لي باسم البارت على البرسنت. طيب البارت اللي هي بكام؟ قال 140، تمام، اه ديفايدد البرسنت اللي هي 40% يعني 40 اوفر 100، تمام. قال اه طب انا ممكن اعمل لها سمبل فاي او اقول له الاول ايكوال، ادي 140 الديفايد تتحول لمالتبلاي، بدل ما هو 40 اوفر 100 قال لي يبقى 100 اوفر ال 40. من هنا اطير الزيرو مع الزيرو، يلا انا عندي زيرو من هنا، اه اشيله مع الزيرو من هنا، هقول له 4 ديفايدد 4 ب 1، بعد كده 100 ديفايدد 4 قال يطلع لي ب 25، اعمل دي مالتبلاي دي يطلع لي 350. او ممكن نختصرها بطريقه ثانيه اسهل، ازاي؟ هقول له انا عندي من هنا يا ابني 4 دي ممكن اعمل لها ديفايدد 2 صح؟ اه 4 ديفايدد 2 يطلع لي بكام؟ قال لي يطلع لي ب 2. جميل، 14 ديفايدد 2 قال يطلع لي ب 7، 2 ديفايدد 2 ب 1، 100 ديفايدد 2 يطلع لي بكام؟ قال لي تطلع عندي ب 50، بقت 50 مالتبلاي 7، لو انا عملتها كده 50 مالتبلاي 7، قال لي حط الزيرو في الرايت سايد واقول له 5 مالتبلاي 7 يطلع لي كام؟ قال لي 350. فهمت كده احنا جبناها ازاي؟ يبقى انا عندي دي كلها كام؟ هقول له 350. تمام كده يا شباب، نروح للي بعده. اللي بعدها عندي هنا ليتر سي، بيقول لي ايه؟ find the missing numbers in the opposite mean ratio table. طيب بص يا سيدي، هقول له اول حاجه يا ابني انا عندي التيبل ده متقسم، انا عندي من هنا 200 اهي، والله لو انا قسمتها على الفور قال هيطلع لي كل واحد، قال هيطلع لي الواحد كيلو جرام ثمنه قد ايه؟ انا عندي من هنا الفور كيلو جرام ثمنهم 100 او 200 ال ايه؟ عاوز اعرف الكيلو جرام الواحد اعمل ايه؟ قال له والله باسم ال 200 اهي، تمام، ديفايدد الفور، تمام. الله انا عندي الزيرو ده اهو احطه في الرايت سايد، ليه؟ ليه ما خدتش 2 زيروز؟ عشان اقول له 2 ديفايدد 4 مش هينفع، لما اخد زيرو واحد قال لي هتفضل لي 20 ينفع اقسمها على 4، 20 ديفايدد 4 قال لي 50، يبقى انا عندي الكيلو جرام الواحد ثمنه 50، طب 2 كيلو جرامز قال لي بزود 50 و50 يبقى 100، طب انا ازود كمان بقى 3 كيلو جرام قال لي انا عندي الكيلو الواحد ب 150 يبقى 3 اقول له 150، قال له الكيلو الواحد ب 50 يبقى 3 بكام؟ هقول له 150 بس، يبقى احنا كده خلصناها. اللي بعدها اخر كونشن بقى معايا هنا، بقول لي فليتر دي بقول لي جراب ذا بوينتس A و B و C و D، تمام، وبعد كده then find the point C which makes، خلي بالك A B C D is rectangle. طيب اول حاجة ارسم ال A اللي هي بكام؟ اللي نيجاتيف 3 و 3، يبقى دي نيجاتيف 3 في الاكس واتين طالع 3 هنا عند مين؟ عند ال Y، واقول له ادي ال A حاطط عندها بوينت ومسميها A، ال B قال لي 2 و 3 يبقى انا عندي ال 2 اهيت واتين طالع عند مين؟ عند ال 3، تمام، يبقى انا عندي من هنا اسميها B. بعد كده السي او الدي بيقول لي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 3 اه واتني نازل عند النيجاتيف 1 هنا واتني عامل مين؟ قال والله ده ديت هتبقى الدي، يبقى السي قال لي لازم تكون، بص يا ابني المسافه من اول هنا اهي، المسافه من اول هنا كام؟ قال لي ادي 1 2 3
4 5 يبقى لازم اللي تحت تكون زيها 5 يونتس. يبقى انا عندي من هنا اقول له اد 1 2 3 4 5 يبقى انا عندي البوينت دي ده هي هتبقى مين السي. يبقى السي عندي اللي هي عباره عن مين والله عباره عن انا هنا مشيت قد ايه اللي في الاكس 2 ونزلت تحت اللي نيجاتيف 1 يبقى انا عندي دي هتبقى 2 ونيجاتيف 1 2 مين يا شباب هقول له 2 ونيجاتيف 1 يبقى انا عندي من هنا هقول له السي هي عباره عن ال2 اقول له ايكوال ال2 ونيجاتيف 1 واوصل بس البوينتس دي ببعض عشان بقول الشكل ده هيبقى عباره عن ايه اللي ريكتانجل اهو. لو وصلت البوينتس ده ببعضها هبص الاقي الشكل طلع عندي هنا مين يا شباب ريكتانجل. ونكون كده ان شاء الله خلصنا الموديل ده كامل. وانتظرونا ان شاء الله في السيشن الجايه وموديل جديد. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت سبسكرايب في القناه واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه. مع السلامه.